الذي من أجلنا نحن البشر ولأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد وتألم ومات وقبر وقام. مشاهدينا، هالكلام بنؤمن بيختصر كل مسيحيتنا. هيدا كل السر، سر الفدا يلي ببلش من المزود وبيتركز على الصليب وبيستمر لما بعد القيامة. هالسر يلي رح ندخل بصميمه الليلة مثل ما هو دخل بصميمنا، بصميم حياتنا وبصميم تاريخنا البشري. من صورة الطفل اللي ولد بالمزود للولد اللي عم يلعب مثل كل الولاد، ابن يوسف النجار، صورة يسوع الإنسان بترافقه كل حياته على الأرض وبتتركز أكتر وأكتر ببستان الزيتون. بالبستان يسوع إنسان عم بيصوم، عم بيصلي، خايف، نفسه حزينة، عنده تردد، عم يتعرض للتجارب، إن شئت أبعد عني هذه الكأس، وبالآخر بيحسم أمره وبيقول لتكن مشيئتك يا رب لا مشيئتي. هالمسيح الإنسان اللي عرفوه الرسل بشر مثلهم وإشعوه ساجد عم بيصلي وواقع تحت الصليب التقيل وعم بيصرخ وعم يرتجف وعم بيقول أنا عطشان، هالمسيح الإنسان هو ذاته كان انتظارات الشعوب، هو ذاته المسيح المنتظر يلي بده يكمل رسالة الخلاص، يلي بده يلبس روح الله على حد نبوءة أشعياء، هو ذاته خلاص الله لجميع الشعوب والنور اللي بيضوي على كل الأمم مثل ما قال سمعان الشيخ. الشعب ورؤساء الشعب والرسل وحتى بطرس ذاته كانوا منتظرينه محرر سياسي، قايد ثورة، فاتح، بطل قومي. بس بمنطق الرب غير شكل المنطق عن منطق الشعب، منطق الضعف اللي بيصير قوة، منطق الفقر اللي بيصير غنى، منطق العذاب اللي بيصير فرح، والحزن اللي بيصير رجع، منطق الصليب اللي بيصير قيامة. ألف قائد في ألف جيش
في ألف معركة. أيها الجبار الناظر من أعلي الجلجلة، أنت بكآبتك أشد فرحا من الربيع بأزهاره، أنت بأوجاعك أهدأ بالا من الملائكة بسمائها، أنت بين الجلادين أكثر حرية من نور الشمس. أيها الجبار لأنهم لا يعلمون أنك صرعت الموت بالموت ووهبت الحياة لمن في القبور. في القبور ووهبت الحياة نبشر بمسيح مصلوب، وهذا شكل اليهود وجهالة للأمم. أما أنا فلم أرد أن أعرف بينكم إلا يسوع المسيح ومعرفتي إياه مصلوبا، بيقول مربولوس برسالته لأهل كورنثوس. يسوع مخلص، شو يعني؟ هالسؤال اطرحناه على عدد من الشباب والصبايا، نسمع سوا شو جاوب. بس أحس أنه يعني خلصني من الاشياء العتيقه اللي كانت فيا، وبحس بوقت من انه اعطاني انتصار عليها. هنا بقول انه قدرت انه يسوع خلصني، حررنا من كل قيودنا، وصرنا صار الانسان حر يعمل، انه صار حر بحياته، يعني بطل مقيد. خلصنا يعني نزل ارشدنا على كيف فيك تتعامل مع انه تشتغل بهيدي الحياه لمن بعد ما تموت توصل للجنه الحياة الأبدية. يعني أنا ما بقول خلصنا، إنه عطينا طريقة بالحياة، وإنه هو قال القصص اللي مفروض نعملها، إنه هون كتير منيح إنه بكون خلصنا إذا بنعملهم. إنه خلى العالم هو كل تفكير المسيحي وتفكير تفكير منيح، إنه كله طوله بيان بالو مال، إنه بهالناحية بلاه إنه جرب يساعدنا لأنه وخلصنا، إنه خلى الإنسان يفكر بالمنيح أو يميز بين العاطل والصح. قالنا كيف نميز الطريق الصح والطريق الغلط، قالنا أنه هذا الطريق الصح وهذا الطريق الغلط، ما قالنا يعني حرفيا بطريقة كل الإنجيل، يعني حسب شو بيقول كيف كان ينقى بين الخير والعاطل، هيك بهالناحية خلصنا. بس مش أنه إجا وشيلنا من القبر، يعني أما شيلنا من الجحيم ماشي هيك، خلصنا بطريقة غيرنا طريقة تفكيرنا. أبونا داود أهلا وسهلا فيك، دايما معنا. سمعنا آراء كثيرة ومختلفة عند الشباب والصبايا، شو بدك تجاوبنا؟ بالفعل الآراء كثير مختلفة، وعادة هيك كلاسيكية، إنه خلاص من الخطية، خلاص من الشر. وقت نحكي عن يسوع المخلص، عادة بنفكر بكل بساطة أنه إنسان واقع بورطة
وبده حدا يشيله منها. هيدا وجه من الأوجه. بس فكرة الخلاص بيسوع، ومثل ما عم بتلاحظي عم بقول بيسوع مش عم بقول بيسوع المسيح، فكرة الخلاص بيسوع شغلي أبعد بكتير من قصة واحد وقع بورطة ونشيل منها. بالواقع في عند كل إنسان رغبة، رغبة كتير كبيرة إنه يتخطى، يتخطى حتى واقعه يلي عنده قناعة داخلية إنه منه حقيقته، إنه حقيقته أبعد بكتير. بده ينطلق من واقعه إذا صح التعبير تيوصل لحقيقته. وإذا درسنا قصة آدم وحواء بالعمق بتعبر عن هاي الحقيقة. الإنسان يلي بده يروح لأبعد. هلأ الطريق اللي أخده يمكن طريق ما وصلوا لبعيد، بالعكس حتى وقعوا ربما تخربط. هون منلاحظ كتير إنه الكنيسة كانت تشدد وتشدد بشكل كتير قوي على إنه يسوع إله كامل صحيح، لكن كمان إنسان كامل، كامل الإنسانية. يعني يسوع عنده إذا صح التعبير كل واقع الله بكل كمالاته، وبنفس الوقت عنده كل واقع الإنسان، وما نخاف نقول بكل محدوديته ما عدا الخطية. هلأ بعد شوية منقول له عكر حال ذكرتيها، ذكرتها ريلي باللي قالته، حزن إلي، تجرب، تردد، اختبر، كبر. مشكلتنا كتير أوقات إنه منركز كتير على ألوهية يسوع ومش كفاية على إنسانيته. من هيك فكرة الخلاص كتير عم تتخربط، ومن هيك يمكن أوقات كتير عم نغالي أو عم نبالغ بتكريم العذراء والقديسين أوقات كتير لحد العبادة، حتى نوعا ما نكون عم نعوض عن الخلل يلي عايشينه بعلاقتنا مع يسوع. منعيشه بعلاقتنا مع يسوع الله، يسوع ابن الله، يسوع اللي بيعمل عجائب، ومننسى الوجه الآخر يلي هو كمان كليا يسوع، يلي هو الإنسان اللي بيتجرب، اللي بيختبر، اللي بيكبر، اللي بيعيش، اللي بيموت واللي بيقوم. فإذا عن أي خلاص عم نحكي؟ ما عم نحكي بس عن الخلاص من الشر، ما عم نحكي بس عن الخلاص من الخطية، عم نحكي عن اكتمال ما من أجله أوجد الله الإنسان. الله أوجدني في غاية عنده، اكتمال إنسانيتي. شو يعني اكتمال إنسانيتي؟ يعني أنه يصير في عندي انفتاح على الله هالقد كبير قد انفتاح الإنسان المتحد بالله في يسوع المسيح. هيدا المطلوب أكثر من قصة بس أنه طلعت من خطية أو من الخطية، طلعت من محدودية أبعد بكتير. من هيك وقت المنركز أنه يسوع خلصنا بصليبه وقيامته، منكون عم نهمل وجه أساسي بالخلاص يلي هو أنه يسوع خلصنا بإنسانيته
المتحدة بالألوهة اللي فيه، وإلا منكون خربطنا كل مفهوم الخلاص. من هيك يسوع أخذ إنسانية الإنسان تيوصله طبعا بالتعاون مع كل إنسان ومع كل الناس تيوصله لكماله، يعني لغاية الرب من الخلق. ما فينا نحكي عن خلاص بيسوع المسيح إذا ما حكينا عن قصد الله من الخلق. الله خلقني على صورته ومثاله، خلقني طوق إله، لكن إذا هالطوق رح يبقى طوق معناتها هيدي كارثة بحياة الإنسان. إذا ما رح يصير لقاء، إذا ما رح يصير تواصل، إذا ما رح يصير أخذ وعطاء، إذا ما رح يصير تبادل، يعني إذا ما رح يصير في بين الإنسان والله التبادل الموجود بين الآب والابن والروح، معناتها الله بيكون فشل بعمل الخلق. من هون فكرة الخلاص بالعمق، فكرة الخلاص بالعمق إنه الرب بده يوصلك لرغبة فيك عميقة، أوقات عم بتعبر عنها غلط، أوقات عم بتجرب توصلها بطريقة غلط، أوقات عم بتفتش ومش عم تعرف كيف. إجا يسوع أولا عيشة بإنسانيته، عيشة الانفتاح الكلي على الله بدون ما يبطل إنسان. تاني شغلة إجا يسوع يقول لك حقيقة منو الإنسان الحقيقي. غريب، عادة تنأكد على إنسانية يسوع شو منعمل؟ نجي بنقول بدنا نقول إنه يسوع مثلنا. الواقع هو لازم العكس، قديش نحن عم نتأنسن، يعني قديش نحن عم نقرب من يسوع الإنسان. آخر فكرة بدي أقولها، لأنه منركز كتير على الصليب بالخلاص، شو يعني الصليب؟ عادة بس نحكي صليب كتير منركز على فكرة الألم، إنه يسوع تألم تيخلصنا، توجع تيخلصنا، يا حرام شو قاسى تيخلصنا، كأنه الوجع بيخلص. الوجع ما بيخلص، اللي بيخلص هو إنه يسوع الإنسان المتحد بالله راح للنهاية بعيش إنسانيته للنهاية. مات وتوجع صحيح، بس بالنهاية خلاصه اللي حققه هو إنه راح للنهاية بأمانته لالله، وراح للنهاية بأمانته للإنسان، راح للنهاية بحبه لالله، راح للنهاية بحبه للإنسان. ما تراجع، ما اعتبر إنه الموت بيقدر يخربط مشوار الأماني لإنسانيته ولإنسانية كل إنسان ولألوهية الله. راح للنهاية، ما اعتبر إنه شيء بيقدر يخربط، وفتح لك الطريق وفتح لي الطريق وفتح لنا الطريق تنروح للنهاية وتنعرف بالنهاية إنه لأنك إنسان، لأنه هيك الله خلقك، لأنه الله هيك بده إياك، لأنه بده إياك تشاركه وبده يشاركك، روح بالمشوار للنهاية وما تخاف، مع يسوع وبيسوع رح توصل لله. مشاهدينا، الفدا والخلاص بشكله محطة مفصلية بحياة البشرية، هو الحدث التحرر الأهم بالتاريخ الإنساني، تحرر زمني وسياسي، وأكثر وأكثر هو حدث تحرر اقتصادي واجتماعي، تحرر شعب الفقراء والمقهورين، حدث خلاص الكنيس الناس والكنيسة يلي بدم مفتديها. مع الفدا تحررت عقول البشرية من عقد الزمان ومن عقدة المعصية، بل من عقد المعاصي المتراكمة ومن ضعف التركيب البشرية، من الكبرياء، من الغرور، من التسلط، من الغطرسة، من التمرد، من الأوهام،
من التملك والأنانية والاستئثار بالقرار. بالفدا بالصليب الله ما كان بده يعمل بطل أو ساحر أو شخصية سوبرمان. بالفدا بالصليب الله كان بده من البشرية إنه تتغير مفاهيمها للكون، للخلق، للحياة، للتعاطي مع الآخر. كان بده منا نتقدس، نتجلى من الداخل. كان بده إنسان جديد، والإنسان الجديد هو الإنسان من أجل الآخرين. نحن نعرف أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب إخوتنا، بيقول مار يوحنا. السؤال المطروح علينا هو هل كيف؟ كيف منتخطى مفهوم الإنسان القديم للإنسان الجديد؟ وكيف نتيجة سر الفدا بحياتنا؟ موت وقيامة يسوع المسيح شو معناتهم بحياتك؟ نسمع سوا هالريبورتاج. في أهم شيء في الرجاء والفرح إنه كل الأشياء اللي بتقشط وبتزعل بده يكون في وراها، لأنه ما بيقول سان بول إنه كل أشياء تعود لخير الذين يحبون الله. بقى كل شيء أنت عم تعيشه من إنه بيخليك كأنك عم تختبر الموت، رح ترجع تختبر وراء الحياة والقيامة. وهي حياتي كلها السنتر تبعها هو يسوع. دونك يعني الحياة كلها هي سيليكزيستانس ان ديو، انه عيش بقلب يسوع. دونك هيدا المعنى اللي عطاني يسوع بموته وقيامته لحياتي. ما بعرف انه ما بآمن اكيد انه مات، يعني بحس انه هيدا اكتر سي قصة هيك زدوها. ما بعرف، لانه ما في دايما معنا شيء اثباتات عن موته وقيامته. انا بآمن انه عايش. موت قيامة يسوع هي موته كبشر وقيامته كإله. وقت مات ورجع قام، مات كإنسان، بس اللي هي بتدلى فيه اللي هي خالدة ما بتموت، رجع عاش. يسوع قدر انه ينتصر على الموت وقام، وبالتالي قدانا احنا كمان هالنصرة، ان احنا ما نفتكرش انه خلاص هو الموت هو كل شيء، هي الخطية هي اللي هتوصلنا للموت وبنقف عند ده، لكن عندنا القوة انه نروح للموت ونقوم مع يسوع، انه ادانا القوة انه احنا قادرين نقوم معه. ابو ناس معنا كتير نحكى عن طريق او طريقة اعطانا اياها يسوع، طريقة حياة. وسمعنا كمان تعليق الشباب بيقول انه يسوع نزل او تنزل تخلى. شو أبونا بدك ترد علينا؟ مش ضروري رد، المهم تتوضح الأشياء، لأنه في كلمات بنستعملها كتير أوقات بس ما منحط كل أبعادها فيها، أو منحطها بأبعاد منا أبعادها الحقيقية. تخلى، تجرد، تنازل، كلمات بنستعملها بكتير سهولة، بس ما بعرف قديش في إلها مضامين عمليا نحن عم نستعملها. خليني أخذ مثلا بنستعمل كلمة فداء، إنه يسوع افتدينا. اف مشكلة هاي، في ثمن يعني. ايه في اكذا في ثمن، إنه أنا وقت بفتدي إنسان، يعني تا هالإنسان ما يقع بورطة مثل ما قلنا بأول الحلقة، بدفع شيء، وأكتر شيء فيني أدفعه ذاتي. انه انا مثلا بقول لهم يا عمي حبسوني مطرح فلان، حرام عنده اولاد، حبسوني مطرحه، مش لازم ينحبس هو عنده اولاد، صحيح هو غلط بس ما عليه حبسوني مطرحه. عبفش خرق مين؟ اهل المجنى عليه مثلا، انه اوكي بدكم حدا ينحبس، راح انحبس انا بلا ما ينحبس هو. طيب اذا يسوع عمل هيك، دفع ثمن مثل ما بنقول، اشترانا بدمه، مش هيك بيقولوا؟ لمين دفع الثمن؟ إذا دفع الثمن للشيطان مشكلة، معناته اعترف بحق الشيطان إنه يتسلط على الإنسان، مشكلة كبيرة. طيب إذا دفع الثمن للآب مشكلتين، يعني هو أرحم من بيو، بيو ما بيعفي عن الإنسانية إلا إذا دفع ثمن، ومين قادر يدفع ثمن من هالإنسانية المعترة؟ بيجي ابن الله بيدفع له الثمن، إنه بصير إنسان وبيدفع له الثمن، إنه بالحالتين مشكلة.
كلمة الفداء صارت مشكلة كبيرة، صارت مشكلة كبيرة ما بتزبط. ما بيقدر يسوع يكون فادي بهيدا المعنى، مشكلة. لا بده يدفع للشيطان أو لا بده يدفع للبي، لأنه منطق الحب غير هيك. بس اشترانا مثل مثلا إذا أنا بكتب مكتوب لشخص بحبه بكتب له مثلا حبيبي الغالي على قلبي، أوكي، مش معناته اشتريته، بس اشتريته أنه ثمنه أنه هالقد متطلب مني، مش ثمنه أنه عم بدفعه لحدا، هالقد متطلب مني، أوكي. حب الله للإنسان هالقد بيتطلب منه، هيدا معنى اشترانا، مش دفع لحدا. اثنين، الفداء كمان في إنه فكرة كتير متجذرة بالعهد القديم. بتعرفوا أو ما بتعرفوا يمكن إنه بالماضي بالشريعة اليهودية كان إذا رجال جوز وما أجي أولاد ومات، أقرب الناس له عادة خيو بيتزوج مرته ليقيم نسلا لأخيه. هيدا كان الفداء بالعمق، كان يخلي خيه ما يموت، يعني يقيم نسل لأخيه. هيدا فداء، ما دفع حدا لحدا ولا دفع شيء لشيء، إنما حبه لخيه، غيرته على استمرارية خيه، بتجعله أوقات حتى لو يمكن ما بحب المرأة يلي كانت زوجة خيه صارت أرملة خيه، يقدم على الزواج منها بس حتى خيه يستمر في هيدا الوجه. يسوع أقدم على هالعطاء حتى الإنسان يستمر بالحياة وما يغلبه الموت، أقدم على هالعطاء. يعني الآب والابن والروح ثلاثتهم عطيوا بعمل الفداء، مش إنه الابن عطي للآب أو عطي للشيطان، مش مزبوط هذا كلام، ما بيزبط. وأكبر برهان على ذلك إنه ما عطي للشيطان، وقت قال له الشيطان اسجد لي بعطيك كل هالممالك، قال له فشرت، مش واردة. وعلى الصليب شو عمل؟ يا أبتي في يديك أستودع روحي، عبسلمك زيتي، يعني وعبسلمك هالإنسانية يلي أنا حاملها حتى ترجع العلاقة إلى ما شئته أنت في الخلق. من هيك يسوع بيعبر كتير منيح عن هالإنسانية يلي هي بين واقعها وحلمها. إن كان يمكن أن تبعد عني هذه الكأس واقعها، لكن لا كما أريد بل كما تريد حلمها. هذا حلم الإنسانية، حلم الإنسانية أنه توصل لهالعمق من العلاقة مع الله. فإذا من هون كلمة فداء بدنا نفهمها، مش افتدانا لحدا، لا، افتدانا لذاتنا. إذا بدكيك قال لي يا خيي خود حقك مني وبطل عبد، رح بدفع لك إلك حتى تطلع من العبودية ويكون معك شيء تمشي فيه، مش تطلع من العبودية معتر فقير. خود كل هيدا جسدي، خود اشرب هيدا دمي، يعني عم بدفع لك ترسم لك روحيا، مش عم بدفع لا لبي تعود علي ولا للشيطان طيفك عنك، عم بغطيك إلك تأنت توصل لكمال إنسانيتك يلي بدورة بتصير عطاء. ومن هون النص اللي أخذتيه من رسالة يوحنا، بنحب الإخوة، هيدا هو الحب. الحب إنك أنت صرت مثل ما ترسملت من يسوع المسيح تتبطل عبد، عم بترسم اللي حدك من الرسمال اللي أعطاك إياه يسوع المسيح. هيدا معنية الخلاص بالعمق، وهيدا معنية الفداء بالعمق، وهيدا معنية هالشراكة الإنسانية يلي بيخلقها عمل يسوع الخلاصي. وبالختام بحب أنا هيك أسأل إخوتي المشاهدين والمجانية بحياتك،
اللي هي يسوع رسملك. ما اكتفيت برسملته، عم تطلب رسمال من كل الناس. اول شيء الناس شو رح تعطيك رساميل؟ رح بتكون تافهه قدام الرسمال اللي عطاك اياه يسوع. وثاني شيء الرسمال اللي عطاك اياه يسوع اذا خليته لها الارض رح ياكله العد، واذا وظفته في سبيل الملكوت يعني اذا رسملت فيه الاخرين بالنهايه رح يبقى لك بالملكوت ورح يكبر. بقلن لاخوتي المشاهدين وكل يلي سمعناهن ويلي حاولوا حقيقة يعبروا، بقلن بالنهاية الخلاص أبعد بكتير من كل الأطر الكلامية اللي ممكن نستعملها، وحتى من كل الأطر الفكرية اللي ممكن نستعملها. الخلاص بالنهاية هو الرب عم بيعطيك ذاته حتى إنسانيتك بإنسانيته تكتمل، وحتى تقدر أنت بعدين هيك تكون عم بتشارك الله بمشروع الحب الكبير إن شاء الله.